ليش هيك صار يا أبي؟ والله زل بدك الحق يا أبي، أنا ما بلوم أهل الحارة على الشي اللي صار. شلون يعني ما بينلاموا يا أبي؟ إذا أنت من يوم يومك هكلان همهم وماشي على شرع رب العالمين وبعمرك ما حدت عن الحق بهالقد. لك يا بنتي، ولك إذا أختك طلعت عن شوري وأخواتك كل واحد عم يقطش ويلحش من عنده، شلون ما بدك يعني انكسر؟ ولك أبي، ولك أنا اللي كنت مفكر إنه ولادي عزي وعزوتي، شلون ما بدك يعني انكسر؟ ما عاش اللي بده يكسرك يا أبي، ما عاش ورح ترجع زعيم الحارة معزز مكرم. ولك يا أبي، والله والله الزعامة آخر همي، يشهد علي ربي إنه طلعت من قلبي. أنا اللي أهرني إخواتك ولادي واقفين ضدي، بمين بدي شد ظهري؟ بمين؟